إن من نعم الله على عمان أن جعلها تطل على البحر بشواطئ ذهبية تمتد لآلاف الكيلومترات، وتشكل تلك الشواطئ متنزهات طبيعية يرتادها الجميع صغارا وكبارا، عائلات وأفرادا، رجالا ونساء، مواطنين ومقيمين على مدار العام وفي جميع المواسم. إلا أنه في السنوات الأخيرة ونتيجة للكثافة السكانية العالية والانفتاح السياحي، فقد بدأت تكتظ شواطئ محافظة مسقط بالفرق الرياضية التي تمارس رياضة كرة القدم وغيرها من الرياضات فيها بشكل عشوائي، مما شكل إزعاجا للأسر التي ترتاد الشاطئ وتصطحب أطفالها للاستمتاع بالبحر واللعب برماله. وهذا ما دفع الجهات المختصة للتحرك وإصدار التشريعات التي توفر البيئة الجاذبة في تلك المناطق الشاطئية للأسر والعائلات وأطفالهم، ويعودون إلى ممارسة حقهم في الاستمتاع بهذه الشواطئ الجميلة دون أن يكدر صفوهم أي شيء.